السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخواني، أخباركم كل شيء بخير. أتمنى تكونوا كاملين تمام الصحة والعافية، كاملين بخير وعلى خير. معكم هشام من قناتكم الكرة المغربية بالدارجة. باش ما نطولش عليكم، نبقاو الآن مع أهم عناوين حلقة اليوم. مبادرة إنسانية للرجاء اتجاه المشجع الرجاوي البشير. العالم كله يشيد بحكيم زياش ومبادرته الإنسانية تجاه الطفل المغربي. خطوات بسيطة تفصل نار عن الإقالة من المنتخب السعودي. سفيان بوفال يتعرض لإصابة غريبة ومضحكة. أسامة الإدريسي ضغوطات عديدة تحاصر المغاربة في هولندا. واختيارات خليل وزيتش غريبة. خليل وزيتش سنتأهل لمونديال قطر 2022. آخر محاولة مغربية لخطف شويعر من فرنسا. موهبة جديدة تطرق باب أسود الأطلس. قام فريق الرجاء الرياضي البيضاوي لكرة القدم بمبادرة إنسانية متميزة بعدما عمد لاعبه إضافة إلى المكتب المسير للفريق الأخضر باستقبال المشجع الرجاوي البشير الذي سرق الأضواء خلال مباراة الديربية العربية السبت الماضي. في المباراة التي جمعت فريق الرجاء الرياضي البيضاوي وغريمه التقليدي الوداد برسم إيابة ثم نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال، والتي شهدت تأهل الفريق الأخضر للدور المقبل. وعلمنا من مصادر جد موثوقة أن الرجاء وفي مبادرة إنسانية منها قررت مساعدة البشير الطفل الرجاوي الصغير أحد مناصري الفريق الذي كان قد اقتحم أرضية الملعب في غفلة من رجال الأمن وأدرف الدموع وطلب من اللاعبين الاجتهاد أكثر لتفادي خسارة كانت وشيكة أمام الغريمة التقليدية. وقام الطفل الصغير بزيارة مقر نادي الرجاء بعد أن وجه إليه مسؤولو الفريق الدعوة من أجل تكريمه والاعتذار منه. تم إهداءه قميص الفريق وتسجيله بمدرسة الرجاء وتمكين عائلته من مبلغ مالي من أجل أن يعود لاستكمال دراستها. والتقى الطفل المساند لفريق الرجاء ببعض لاعبي الفريق، التقط برفقة مجموعة من الصور التذكارية. اكتشف المغاربة مساء أمس الخميس لاعبا مغربيا جديدا، ويتعلق الأمر بمهاجم محمد الزرفانية صاحب 22 سنة الذي دشن مشواره كلاعب مع كبار إسبانيول ودخل بديلا أمام الفريق المجرية التي انتهت المباراة 2-2 في مباراة عن الجولة الخامسة من دوري المجموعات ضمن مسابقة الدورية.
أفدى انزعاجه من الطريقة التي يتم بها الضغط على اللاعبين المزدوجين الجنسية خصوصا المغاربة في هولندا بالفترة الأخيرة، مجددا اقتناعه باللاعب للمنتخب الوطني المغربي. وعن ظهوره الأخير مع أسود الأطلس رفقة المدرب الجديد وحيد خليل وزيش، تبع المتحدث ذاته: في المباراتين الأخيرتين كنت حبيس دكة الاحتياط، أعتقد بأنه كان ينبغي علي الحصول على دقائق لعب أكثر. المدرب الحالي يقوم باختيارات غريبة ومختلفة، ويجب علي الاشتغال لإقناعه بأحقيتي في كسب الرسمية. أما بخصوص فشل صفقة انتقاله صيفا إلى كراسنودار الروسي وتورينو الإيطالية، شدد الدولي المغربي بأن الأمر لا يزعجه لأن أمامه مراحل عديدة بمشواره الكروي، وبقاؤه في هولندا لموسم جديد قد يكون حكمة تخبئ له مفاجأة أفضل. ناقد الناخب الوطني وحيد خليل وزيش مدرب المنتخب الوطني المغربي نفسه عندما أكد أن المنتخب الوطني المغربي قادر للتأهل لكأس العالم قطر 2022. وأكد المدرب البوسني أن أسود الأطلس بحاجة في الفترة الحالية لمزيد من العمل، وذلك من أجل رفع من جاهزيته قبل بداية الأمور الجدية في تصفية المونديال. واعترف المدرب الأسبق لنونت الفرنسي أن المنتخب الوطني المغربي بشكله الحالي لا يستحق التأهل لكأس العالم قطر، لكنهم قادرون على خلق المفاجأة مع العمل المستمر في المستقبل. ويأتي هذا التصريح من قبل وحيد خليل وزيش قبل أشهر قليلة من انطلاق تصفية المنطقة الإفريقية المرشحة لمونديال قطر 2022. يذكر أن الناخب الوطني المغربي خاض 6 مباريات مع أسود الأطلس، حقق خلالها فوزين وثلاث تعادلات وهزيمة واحدة. نشرت الصحيفة الرسمية لنادي أياكس أمستردام الهولندية صورة لطفل اقتحم مساء أول أمس الأربعاء أرضية ملعب في مدينة ليل الفرنسية لمعانقة نجم أسود الأطلس الدولية المغربية المايسترو حكيم زياش. وقام زياش بمعانقة الطفل المغربية قبل أن يتدخل عناصر الأمن لإخراجه من أرضية الملعب وإعادته إلى المدرجات. وبثت صفحات ورياضيون وناشطون مقاطع فيديو مصورة من المدرجات للطفل وهو يقتحم الملعب ويعانق مهاجم نادي أياكس أمستردام حكيم زياش. وكان الدولي المغربي حكيم زياش قد قدم أداء كبيرا في المباراة التي جمعت ناديه مع نادي ليل الفرنسية ضمن دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا، وقاد زياش فريقه للفوز على مضيفه ليل الفرنسي بهدفين مقابل لا شيء. وسجل زياش الهدف الأول لفريقه في الدقيقة الثانية من المباراة ليصبح أسرع هدف في الموسم الحالي من دوري أبطال أوروبا. وأشادت المواقع والصحف العالمية بمبادرة زياش تجاه الطفل المغربي، حيث أظهر زياش تعاطفا كبيرا مع الطفل المغربي. إخواني، إلى هنا انتهت حلقة هذا اليوم. أتمنى من الله سبحانه وتعالى لأنها تنال الإعجاب ديالكم. ما تنسوش تشتركوا في القناة، تفعلوا زر الجرس، وما تنسوش كذلك دعمونا بزر إعجاب باش نواصلوا قدما إن شاء الله. دمتم في رعاية الله إلى حلقة المساء إن شاء الله.